للمرة الثالثة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، أمريكا تفرض مجموعة جديدة من العقوبات على حركة حماس. الخزانة الأمريكية أعلنت أن العقوبات تطال 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، موضحة أنها استهدفت حتى الآن نحو 1000 شخص وكيان على صلة بما وصفته بالإرهاب. لدى وزارة الخزانة الأمريكية تاريخ طويل في عرقلة تمويل الإرهاب بشكل فاعل، ولن نتردد في استخدام أدواتنا ضد حماس. بريطانيا من جهتها وبالتنسيق مع الولايات المتحدة فرضت عقوبات مماثلة على حماس، وقالت إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميداً لأصول وحظر الأسلحة على 4 من كبار قادة حماس، بينهم القيادي يحيى السنوار، بالإضافة إلى 2 من ممولي الحركة. سنواصل استخدام كل أداة ممكنة لدينا لعرقلة النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، بما يؤدي إلى زيادة صعوبة عملهم وعزلتهم على المسرح العالمي. وفي تعليق على هذه العقوبات الجديدة المفروضة، قالت حماس إنها تتجاهل تماماً حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.